مرحبا، يعطيكم العافية. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وبسلامة. الأرواح الجميلة، لما بسجل دايما الآيباد بحس بشي غريب، لأنه ما بعرفش ليش هيك، بجهة غير مش أما بالتليفون لا غير، تليفون دايركت. طاقتي اليوم عالية جدا الحمد لله. زي ما حكيت بالبوست، كنت رايحة على ايفنت تقريبا قبل نص ساعة، رجعت كتير حلوة عن الرسم، يعني زي حصة رسم على أنغام الموسيقى، كتير حلو. أول مرة يعني طلعت من مش أول مرة بطلع من منطقة راحتي، بس أول مرة بجرب الألوان الزيتية. بدي يعني هذا الاشي ألهمني، يعني طبعا رسمت رسمة بس لسه ما أخذتها من المحل، لازم تنشف الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي إن شاء الله باخدها، لأنه حلو، بيعمل إيفنتات حلوة كمان تتعلق بالروح. حتى الحلو إنه ممكن إنه تعرفي عن حالك أو تعرف عن حالك باسم مستعار، فأنا سميت حالي لؤلؤة. بعدين إن شاء الله بحكي لكم ليش لؤلؤة. فقلت خليني هيك، يعني موضوع الإيفنت قلت أيوة، خليني أحسن شي أحكي عن الألوان، الألوان بحياتنا. وكنت إنه بدي أحضر إنه شو كل لون برمز، إنه من المواقع بشكل عام. بعدين قلت يا بنت جمانة، خلي الشغلة هيك أوثنتك، تطلع من قلبك. احكي شو كل لون بيعبر بالنسبة لك. وبرضه حابة إنه تحكولي بالتعليقات شو اللون، شو أكتر لون بتحبوه، وشو بيعبر، وشو الألوان اللي بتحبوها، شو يعني ترمز. أنا أكتر لون بحبه البنفسجي بدرجاته. بيرمز بالأصالة الروحانية، الأصالة إنه تكونوا أنتو، your authentic self. الأبيض برمز بالنسبة لي النقاء، السلام، السكينة، الطمأنينة. الأسود فخامة لحاله، بس لو انجمع مع الأبيض توازن. أنا اليوم لابسة أبيض وبنطلون أسود، فتوازن يعني مش أبيض أبيض، هذا بيقولوا له أوف وايت طبعا، لأنه الألوان لها درجات. لون الروز اللي هو الزهر الزهري، كل كلمة حد بينرمز له الحب. طبعا الحب كتير كلمة شاملة ما بتتعبر بالكلمات، لأنه الحب الغير مشروط ما بيتعبر بالكلمات، لأن حب الروح ما بيتعبر بالكلمات. البني رمز للأرض والتواصل معها. النيلي اللي هو اللون اللي احنا بنحكي له، اللي هو الأزرق الغامق، برمز بالنسبة إلي مثل البنفسجي الأصالة، بدل على الأصالة، وكمان الانفتاح على عوالم بعيدة. الأصفر والأورانج بالنسبة إلي لون المرح، الأصفر زيادة يعني غير لون المرح، لون التفاؤل، هيك لون الحياة. الأحمر البهجة والسرور. وفي لون اللي هو اللازورد، اللي هو لون البحر، اللي هو على أخضر، لون البحر، لون عميق بس لون حلو برضه، كتير بحبه.
وفي التركواز اللي هو شوي على أزرق، بالنسبة إلي هو الهدوء. فطبعاً درجات الألوان ونعمة، نعمة كبيرة للألوان. مرة سمعت بواحد من الفيديوهات تبعون العوالم الأخرى، العالم الآخر، نبسطاء روحانيين، وبيحكوا إنه اللي تواصلوا معهم بالعالم من العالم الآخر بيحكوا إنه حتى في ألوان جديدة، فأكيد يعني ألوان ما بنعرفها، فأكيد لا أذن سمعت، لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، صح هيك. وكمان الألوان كل ما كانت أكيد حسيت بطاقتي هيك عالية. كل ما كانت مشعة بتكون أحلى، برضو هذا درجة اللون بتدل. كل ما كانت مشعة بتنبض بالحياة، كل ما كانت غامقة يعني ممكن أنها ترمز للأشياء الواحد لما بيكون دام ممكن ترمز للموت. فسبحان الله توازن. برضو بالعالم الآخر إنه الوسطاء الروحيين إن الألوان مشعة أكتر، فهذا دليل إنه كمان إنه فيه تنبط بالحياة أكتر. وعن جد لما حلو إنه لما هذا نوع من برضو تمارين العيش اللحظة، التجذر، إنكم تشوفوا التفاصيل، تشوفوا شو هذا اللون. يعني هذا تعلمته اليوم تقريبا كمان من الإيفنت، إشي هيك إنه عن جد حلو إنه تتأملوا مثلا بورقة الشجر، تتأملوا بالتفصيل وهاي اللون وكيف تدرجها وهيك، وهذا بحفز على الإبداع. تري نسيت لون مهم وكان برضو اللون الدارج بلوحتي، الأخضر، لون الحياة، لون الأرض، لون الانتعاش، لون الربيع. إذا في كمان ألوان تانية تذكرتها، لأنه لون بعرف يمكن تقريبا حكيت كل الألوان الرئيسية. الألوان السبعة شو هي؟ الأبيض هو الميجر، مش ذكريتهم كلهم، بس يمكن حكيت أغلبهم. أخضر، بني، أزرق، الأزرق يعني النيلي تقريبا، الأزرق الفاتح برضو هدوء، يعني شايفينها حسب التدرج، الفاتح هدوء، وبرضو ممكن للسلام. الغامق زي النيلي هو الأزرق النيلي. وبس احكوا لي بالتعليقات شو هي الألوان. حلو انه هيك دايما تكون حياتنا كلها ألوان، نلونها، نجرب أشياء جديدة، ما نضلنا على لون معين وأشياء معينة. يلا بحبكم كتير يا beautiful souls، انتو الأرواح الجميلة، أعطيكم ألف عافية.